الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، هنا من خلال الانطلاقات والتحديات في منافسات ميدان المرموم هنا مع سن الكبار. بينما تسير الانطلاقات والتحديات في هذا الصباح مع سن الثنايا لهجني اصحاب السمو الشيوخ، انطلاقات الكبار وستة كيلومترات في هذا التحدي وهذه المنافسة الشيقة والعملاقة. أسير مباشرة إلى بداية انطلاقة هذا الشوط والتي من خلالها تسير هنا الرؤية لمتابعة ما يدور من منافسات. كلاسة تتقدم إلى صدارة الشوط لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرط الحميري. العاصفة تقدم الشاهينية على المركز الثالث بقيادة غياث الهلالي، المركز الثالث الشاهينية لهجني ند الشبا بقيادة سالم بن سعيد، بينما المركز الرابع هذا اللي وصلت الآن بنت الجوكر تتقدم في هذه اللحظات إلى رابع المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، بينما في التضمير سلطان بن عبد الله بشر الخاطري والشاهينية تتواجد على خامس المراكز لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. أما المركز السادس في هذه اللحظات أفراح تتقدم من خلال هذه اللحظة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي المضمر طارش بن مبارك بالقوبع في تضميرها سابع المراكز. وصلت شمعدانة لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها عبد الله بن علي بن واسة الاكتبي، وتاسع ثامن المراكز في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء. هجن ند الشبة تقدم الشاهينيه في المركز الثامن وتاسع المراكز، والمركز العاشر هملوله وهملوله لهجن الرياسه وبقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار أيها المشاهدين الأعزاء المستمعين الأفاضل في انطلاقة هذا الشوط. أعود إلى البداية، أعود إلى التحدي، أعود إلى هنا بنت الجوكر لا زالت على مقدمة الشوط، لا زالت على المقدمة لسمو شيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المقدمة والصدارة. يأتي المضمر صاحب الأسماء الشرية سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري متقدما ذاهبا إلى الناموس، مقدما هذه التي تسير تبحث وتبعد عن الناموس بالصدارة الأولى. بينما المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن العاصفة هناك تتقدم ثانيا، يأتي المضمر غياث الهلالي أفراح تتقدم ثالثا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر والمتابع طارش بن مبارك بالقوبع المركز الخامس أو الثالث الآن غيرت هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، الرابع الشاهينية بشعار هجن ند الشبا تضميرا وتدريبا، يأتي المضمر سالم بن سعيد هجن العاصفة خامسا، المركز السادس هجن الرياسة تدخلت الآن هملولة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، المركز السابع الشاهينية من هجن ند الشبا المضمر والمتابعة غياء سالم بن سعيد، هناك هجن العاصفة في المركز الثامن وبقيادة غياث الهلالي، المركز التاسع هذه اللي وصلت كلاسة لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري مضمرها، والمركز العاشر هناك تتقدم من خلال شمعدانة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن علي بن واس في عملية التضمير. الآن هي العشر الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في هذه الانطلاقة، في هذه التحديات، في هذا الملتقى. أعود إلى البداية وإلى الصدارة وإلى ما يدور من تحدي ومنافسات في انطلاقات هذه الأشواط. أعود
تعود إلى بنت الجوكر، لا زالت على المركز الأول مثل الجوكر تتقدم في صدارة الشوط لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. ولكن التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط هذه اللي غيرت، هذه اللي بدلت المسار أيها المتابعين الأكارم. أشوف هملولة لهجن الرياسة، هملولة كذلك لهجن الرياسة بخيارين في هذا الشوط مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، وكذلك هجن ند الشبة تقدم لنا خيارين مع الشاهينية وشواهين وبقيادة المضمر سالم بن سعيد. هنا في هذه اللحظات المركز الثالث والرابع، هذه النتيجة، هكذا المسار، هكذا هي من خلال هذه اللحظات بالكادر الأول. نشاهد الكادر الأول وما يدور به من تحديات ومنافسات حتى هذه اللحظة. أفراح تأتي خامسا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبة يضمرها. هناك اللي قادم الآن ترف، تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المضمر. هنا جمعة بن عتيج بن كسلة الرميثي يقدم لنا ترف في هذا الشوط، أي بينما هناك هجن العاصفة سابعا، ولكن أشوف الانطلاقات لهجن العاصفة سابعا وثامنا بقيادة غياث الهلالي. المركز التاسع، هنا يأتي شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر ريمة هنا ولا أو شايبة، يضمر سهيل بن مبارك بن مرخان المركز العاشر. المركز العاشر هناك تقدمت كلاسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر المتابع والانطلاق. أعود إلى البداية مشاهدينا الأعزاء من جديد إلى مقدمة هذا الشوط، البداية لهملولة 1200 على خط النهاية. هملولة لا زالت مسيطرة، هملولة لا زالت متقدمة، لكن الشاهينية شعار هجن ند الشبة يحاول وتحاور الصدارة، محاورة قوية ثنائية بين شعار هجن ند الشبة وشعار الرياسة على المقدمة. الرياسة تتقدم مع هملولة، مع هملولة، هملولة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. الشاهينية ثانيا لهجن ند الشبة، كذلك بمتابعة وتضمير وتدريب سالم بن سعيد. هنا الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في التضمير. هملولة لهجن الرياسة رابعا، الشاهينية لهجن العاصفة. هذه الخماسية، هذه الماسية، هذه الخماسية الماسية، ولكن هجن الرياسة، هجن الرياسة مع هملولة، مع هملولة، تقدمت هملولة، طارت هملولة هنا في هذا المسار، هنا في هذا الانطلاق، هنا في هذا القرار. هذه هملولة تقرر بأنها تكون هي بطلة هذا الشوط من خلال الانطلاقات، من خلال التحديات في هذا الانطلاق. هملولة، هملولة، هملولة إلى المركز الأول، هملولة إلى الصدارة والقمة ما شاء الله. هجن الرياسة على المركزين الأول والثاني، الأول والثاني في هذه المشاركة، في هذا التحدي. بينما خلاص تحية وناموس إلى هجن الرياسة، جود مورنينج هجن الرياسة، شعار الحمر الخطر، الشعار الحمر الخطر يهدي جماهيره ومحبينه هذا الناموس. إذا هملولة تهدي الفوز والناموس لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني الشاهينية هجن العاصفة، المركز الثالث هملولة هجن الرياسة، المركز الرابع والخامس الشاهينية والشاهينية لهجن ند الشبة. هكذا المسار إذن مشاهدينا الأعزاء. المركز الأول إذن هملولة قطعت المسافة في 9 دقائق 29 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. ثاني هو ناموس لهجن الرياسة وإلى الظافر علي بن جميل الوهيبي على فوز هملولة بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة 9 دقائق 30 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. ثاني والناموس على هذا الفوز وإلى غياث الهلالي. المركز الرابع هجن
او الثالث هجن الرياسه، تقدم كذلك هملوله بتسع دقائق 30 ثانيه سبع اجزاء من الثانيه، وللمضمر علي بن جميل الوهيبي. هكذا كانت النتيجه والمسار والانطلاق في تحديات هذا الشوط. Thank you.